أعلن مدير ماء صلاح الدين المهندس محمد محمود الجبوري إكمال تأهيل مشروع ماء الرواشد الذي دمره إرهاب داعش وزيادة سعته لبخ الماء إلى القرية وقضاء بلد، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال ما تبقى من الأنابيب ليصبح جاهزا للعمل بكامل طاقته التشغيلية. قرية الرواشد هي من القرى اللي محررة من براثن داعش، والمشروع يوجد في الرواشد، ومشروع ضمن التصميم هو قسم من عنده قرية الرواشد، والقسم الأكبر يكون لمدينة بلد. يعني هم طلبهم مشروع، وطلبهم يعني أن يكون إيصال الماء يعني إلى دورهم. نحن كمديرية صرفنا لهم جزء من الأنابيب مسافة تقريبا كيلوين، يحتاجون إلى مسافة كيلو بعد. في هذا الأسبوع سوف يتصل لنا قسم من الأنابيب ويتم إيصال الماء الصالح للشرب لهم. أما وضعية المشروع فقد أهل ورجع إلى أحسن من سابق عهده، يعني بسعة كمية الماء المنتج كان 400 وسيصبح حاليا 1000 متر مكعب. فحصة الرواشد موجودة ضمن المشروع، وإن شاء الله يعني تجهز مديرية ماء صلاح الدين من قبل العقود المبرمة من خلال المحافظة، إن شاء الله في القريب العاجل سوف يصل الأنابيب إلى مدينة الرواشد ويتم إيصال الماء الصالح للشرب لدورهم.